انطلاق مؤقت الجمهور والحضور الكريم 9 من الجياده المهجنه الاصيله تشارك بشكل جميل وقوي العيار وجيرالد افرانش في انطلاقه جميله وقويه طنجة بوتيلا وستيفان لجاج من وسط الجياد والشعر العنابي الجماهير ومارك لارنر بشكل قوي من وسط الجياد في محاوله لخطف الصداره السار ومارفين سورلاند من الجهة الخارجية هناك منتصر جون باتيس هامل ومحاولات لمراقبة بمراقبة والصدارة تذهب الآن إلى الجواد سار ملك السيد محمد عبد الله مبارك بن عبود المعاضيد ومارفين سورلاند من الجهة الخارجية منتصر علي بن سعيد الجفال النعمي وجون باتيس هامل من وسط الجياد نشاهد الجواد دامسة محمد عبد الله محمد عبد الله عبد الملك وإدواردو بدروزا ومن الجهة الخارجية مراقبة خليفة بن إشعيل القواري جي بي قمبر ومن الجهة الداخلية الجماهير مربط إنجاز والأرس مارك لارنر المنعطف الأخير سار في صدارة جميلة وقوية ومنتصر في محاولة محاولات أيضا للجواد العيار ولكن السار بشكل جميل وقوي ومنتصر الآن منتصر علي بن سعيد جفال النعمي توم باتيس هامل ويوسف بن طاهر. ونتيجة الشوط الخامس أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 2 منتصر ملك سيد علي بن سعيد جفال النعيمي والفارس جون باتيس هامل والمدرب يوسف بن طاهر مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و24 ثانية و53 جزء من الثانية. في المركز الثاني جاء الجواد رقم 3 سار ملك السيد محمد عبد الله مبارك بن عبود المعاضيد والفارس مارفين سورلاند. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 7 أبها ملك السيد محمد بن حمد بن خليفة عبد الله العطية والفارس القطري فالح بغنيم. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 4 الجماهير ملك السادة مربط إنجاز والفارس مارك لارنر. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 9 العيار ملك السيد راشد بن مبارك جفال النعيمي والفارس جيرالد أفرانش. مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.